خاص بمتلازمات تانا فتحة بالقلب وعدة مشاكل صحية، كان أبرزها هي فتحة بالقلب، وكان ما فينا نعالج بقية المشاكل بدون إغلاق الفتحة. ولما قررنا نحن والطبيب المعالج نعمل العملية، الطبيب المعالج رشح لنا مؤسسة الجليلة لتغطية تكاليف العملية والمساعدة، والحمد لله تمت العملية وأغلقنا ثقب القلب، والحمد لله الطفل جدا متحسن بعد هذه العملية، ومشكورين مؤسسة الجليلة.